مرت 25 سنة على خصخصة قطاع البريد بلبنان، 25 سنة على مخالفات احتيالية أدت لزيادة أرباح شركة خاصة مرتبطة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حساب المال العام. بين 1997 و98 قبل الخصخصة تجاوزت إيرادات الخزينة العامة من البريد 12.4 مليار ليرة، وكانت مؤسسات الدولة عم تستفيد من خدمات البريد مجاناً. بالمقابل من 99 لل 2019 خلال 20 سنة من استيلاء شركة ليبون بوست على البريد، دفعت مؤسسات الدولة 40.8 مليار ليرة كرسوم للاستفادة من خدمات ليبون بوست البريدية، وما تجاوزت إيرادات الخزينة الصافية من القطاع ل 5.13 مليار ليرة. ما كان ممكن يستمر هالوضع لو ما كانت ليبون بوست عم تستفيد طوال هالمدة من الحماية السياسية. بيدعي نجيب ميقاتي انه تنازل عن حصصه بشركة ليبون بوست، بس هالادعاء مش صحيح. ميقاتي تنازل عن حصته بالشركة لمجموعة سرادار مقابل حصوله على حصص بمجموعة سرادار نفسها يلي صارت تملك حصته بليبون بوست. بهالمعنى ميقاتي تحول من شريك مباشر لشريك غير مباشر بالشركة. هيدي الحماية السياسية هي اللي خلت ليبون بوست تستولي مجاناً على 34 مركز حكومي لتقدم خدماتها، بما فيها الطابق الأرضي من مكتب البريد بالمطار، وهي اللي خلت عقد الشركة يتمدد 7 مرات بشكل استثنائي من دون مناقصات ولا دفاتر شروط ولا منافسة. كيف حول مئات شركة ليبون بوست لأداة من أدوات السطو على المال العام بهالطريقة؟ سنة 98 تخلت الدولة عن إدارة قطاع البريد وسلمته لشركة CPSML Profac الكندية لتديره لمدة 12 سنة وفق نموذج BOT. بهالفترة كان مفروض الشركة تدير القطاع وتستثمر فيه مقابل حصة معينة للدولة من الأرباح بتتصاعد من 5% لل 40% حسب قيمة إيرادات الشركة، وكان مفروض بعد هالمدة اللي بتخلص سنة 2010 على أساس حسب العقد يرجع القطاع للدولة. يلي صار كان مختلف تماما. بعد سنتين دخل نجيب ميقاتي وبنك سرادار محل الشركة الكندية وتمدد العقد لأول مرة ليصير لمدة 15 سنة بدل 12 سنة. وبدل ما تتوسع الشركة بمجال الخدمات البريدية وتزيد نسبة مداخيل الدولة بشكل تصاعدي من القطاع مثل ما بنص العقد، استفادت ليبون بوست من شبكة مواصلاتها البريدية مع الإدارات العامة لتتحول لأكبر مخلص معاملات مثل دفع الفواتير والرسوم والضرائب، وتجني أرباح ضخمة من دون ما تشاركها مع الدولة. أكثر من هيك، قدرت الشركة تعدل العقد لتضل نسبة الدولة من الأرباح 5% لحد ما توصل قيمة الإيرادات البريدية لل 20 مليون دولار، علماً أنه العقد كان بنص على ارتفاع النسبة لل 10% إذا تجاوزت قيمة العوايد لـ 14.8 مليون دولار. رغم كل هالمخالفات، قدرت ليبون بوست تحصل على براءة ذمة بعد تسديدها بعض المستحقات المتأخرة للدولة حتى تقدر تشارك بمناقصة جديدة لتلزيم القطاع. واللي أعطاها براءة الذمة هي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بجلسة عقدت بكانون الأول 2022 كان يفترض تكون جلسة للبحث بأمور ملحة.